Let's go! Are you ready for this? That's right. يا هلا وسهلا فيكم، انا مروان عسيري في فلوج جديد وحلقة جديدة. اليوم معنا شخصية مثيرة للجدل، يعني هايبر ما شاء الله درجة مخيفة، وتمثل نادي الاتحاد في السوشيال ميديا. مين الشخصية هذه؟ وقعوا روح اشوف مباراة الاتي. Let's go. انا متحمس الحين ورايح اشوف مباراة الاتحاد. معي خان. خان كيف حالك؟ الحمد لله كويس. المهم وتروح تشوف مباراة الاتحاد تحس شيء غريب. يا ابو دم خفيف لونك اصفر وما له وصيف. تحسني متحمس كذا، هزيج مو مدرس عبد الله البيصري يرجعك اشياء قديمه واشياء كثير. عموما توفيق الاتحاد اليوم ان شاء الله عشان الشخصيه ما تزعل. هذا احنا وصلنا يا جماعه البيت، شوفوا من معي. مرحبا. ما شاء الله وش هالزين، على البركه، منزل مبارك ان شاء الله. عاد انا نفسي بيتي ما صورت، انت تصور. ما شاء الله الله يبارك فيك. ما شاء الله. توقعاتك المباراه بما ان احنا جايين نشوف المباراه؟ والله الباطن يخوف صدق، مو بنادي وفي ارضه مو سهل، ولكن الاتحاد قدها. متفائل في مين؟ عطني لاعب متفائل. اول شيء ثقتي في الله سبحانه ثم في روما. اليوم ان شاء الله بنسوي ان شاء الله. روما بنغني اليوم ان شاء الله. روما اقسم بالله شيء كبير في العالم. وسهلا. وقت الاسئله فيها اسئله، انا احس فيها تقليد شوي. اي ما نبي دبلوماسيه، ما نبي شيء، نبي نخش على طول. حلو، نبي اجوبه صريحه. اول شيء طقم حلو ترى حبيبي، ترى هذا الطقم تو جديد. فيصل اول سؤال يقول وش تغير من فيصل قبل بعد الشهر؟ فيصل هو متغير الحمد لله. انا نفسي استقريت في الرياض بعد ثالث ثانوي. يعني كنت عايش في نجران؟ عايش في نجران. اي اخوياي اللي كنت اعرفهم في نجران الحين اعرفهم، ومن اول ما سكنت في الرياض وللحين اخوياي معي. ما تغير فيصل نفسه بس الله، ما من ناحية المادية الحمد لله ربي رزقني، وهذا كله فضل الله يزيدك ان شاء الله. وانت تستاهل صراحة. الله مرة. طيب في ناس فيصل يعني مرة صراحة تحبك، ناس تشوفك قدوة لها، لكن في ناس تشوفك انت مستوى هذا المستوى، انسان شخص مستوى. ليش الناس تشوفك مستوى؟ عادي بالعكس، يعني رضا الناس غاية لا تدرك. يعني مستحيل انك بترضي الجميع. تلقى اللي يحبك، تلقى اللي يكره، تلقى اللي يتفل عليك، تلقى اللي يبوس الشاشة عشانك، في كل شيء. فهمت؟ ما تقدر ترضي العالم. ممكن هذا اللي يشوفك يعني مستفز، لو انه يحب لك الخير بيجيك بينتقد انتقاد محب. قد بناء يبغى فيصل يتغير على الشخص. انا مرة لكن تجيني تسبني لما تنصحني بعطيك بلوك. يعني ما عندك مشكلة انه واحد يجي ينتقدك، لكن انتقاد بناء. اي انتقاد انت تشوف انه يعني انت بالعكس. ايه. هذا يساعدني، هذا يخليني اغير من شخصي. بالعكس هذا شيء يشجعني. فيصل كم عمرك؟ 30 سنة. الله يعطيك طولة عمرك. امين. الوالدة فيصل كلمني عن امك شوي. هلالية تحب الهلال، تحب الهلال، تحب الهدية، المفاجآت. طيب صدق فيصل، يعني انا اشوف دائما سناباتك امك تلح عليك، متى بتفرح؟ متى ناوي تفرح؟ والله ان شاء الله قريب، ما تبيت. يعني نقول يعني ادعوا لي ان شاء الله. احنا بندعي لك دائما. يعني نقول قريب. اقل من 4 شهور؟ لا وين انت بتزوجني بنتي؟ يعني ان شاء الله نقول قريب يا رب. انا ودي بكره. الله يرزقك ان شاء الله البنت الصالحة والذرية الصالحة. امين يا رب. طب معليش صدق وش ياخذ فيصل؟ يا اخي ما ياخرني شيء يا اخي، ترى الزواج قسمه ونصيبه ولا شيء، والاختيار صعب. الاختيار صعب تكلم جدا، انت انسان بتعيش مع انسانه عمر طويل باذن الله، فما بتروح تقص لصق ويلا بتزوج وخلاص. لا ما هي كذا الدعوه. لا انا انسان ابغى اتزوج الانسان اللي انا ودي فيها وابيها واللي تناسب. اي بالعكس، اللي انا انسان احلم واطمح اني يعني يكون عندي زوجه بالمواصفات. طيب نتكلم شوي فيصل عن البزنس. هل يعتمد دخلك حاليا؟ طبعا انت كنت مدرس قبل. حلو صح؟ يعني بتأكد من المعلومة هذه. مدرس سنتين ونص، مدارس أهلية مو حكومة. طلعت من التدريس سبب الشهرة؟ لا مطرود. اي والله مطرود، طردني. يقول لي يعني انا ما طلعت انه انا انا مشهور وعندي فلوس وسحبت على التدريس. لا والله مو كذا، يعني طردني المدير، قال لي انا ما احتاج مشاهير. انا ما كنت مره مشهور، كان عندي في انستغرام 200,000 والسناب يلا تو بالي ما قد وصلت 40. انطردت بسبب الشهرة؟ اي بسبب الشهرة. قال انا ما احتاج مشاهير عندي في المدرسة. ما كملت اسبوع طبعا عندي وطلعت، قلت الحمد لله قبل الله.
الحين ما شاء الله يعني انا اشوفك ما شاء الله شريت بيت شريت سيارة ثانية ما شاء الله، هل يعتمد دخلك كامل على الاعلانات؟ لا الحمد لله عندي مشروع كافي ادكشن، عندي ان شاء الله مطعم قريب، في افكار ثانية شغال عليها، وفي نفس الوقت الحمد لله الواحد دخل الاعلانات انا ما انكر ولا 1% انه ما شاء الله تبارك الله غير من حياتي كثير المادية، عاتك ما ولدت على الدنيا بملعقة من ذهب، لا أقولها بصريح السوشيال ميديا لها فضل كبير 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 على فيصل بعد الله سبحانه. حاليا أنت عندك بزنس عند أدكشن كافي في جدة؟ في جدة في الرياض قريب بعد شهر إن شاء الله ما شاء الله إن شاء الله سوينا فلوب والله إن شاء الله حياك الله. وعندك يعني مطعم ما شاء الله إن شاء الله قريب ما فتح بس أنا قريب بس شغال عليه الله يوفقك ان شاء الله يا رب. قبل فترة طلعت سالفة سبسكرايبز في السناب شات وشفناك فيصل، انا شخصيا لاحظت تابعت انه انت يمكن الرابع او الخامس اعلى سبسكرايبز في السعودية، صدمك الشيء هذا؟ ما توقعت؟ ما توقعت، في اسماء كبيرة كثير تقول اوه كان وقت يشوفك ما يسلم عليك يرفع خشم، الان انا امنيتي اشوف هو في اسم اقسم بالله مديت عليه كذا في حفل هلا والله يعني بعطيك اياها من خير توخر يدك وخير اذا عرفت تسلم زي رجال مد يدك صدق هذه صارت معي عشان انه هو يحس انه انا ترى هي الشهره والحاجات دي كلها ترى هي فتره انا لازلت اقولها هي فتره حتروح ممكن انت اللي مسوي نفسك ممكن تختفي يمكن يكون وجه يمكن يطلع برنامج ثاني وتختفي ترى صدق قلت له قدام كان في مجموعه من العيال قلت له وخر يدك والله ما سلم عليك مد زي كذا مستحي مد كان في تقليل مني اتكلم جد انه يعني ما كان يعني تخيل مارين قبلك ناس مر على ناس قبلك يسلم اوه فهمت ويعرفني وعارفه ايه فهمت الكلام قبل سنتين مش حتقول اسم لا مستحيل والله العظيم هذه ما هي مجاملة انت تستاهل كل رقم انت تحصل عليه والله انصدمت يوم طلع الرقم يدق علي 1 مليار يدق علي واحد ثاني يا قوم قفل المشاهدات وش السالفه انا ما ادري قال قوم قفل مشاهداتك وش مش مشاهدات متابعينك في السناب دي اللي كنت ما عندي قال حدث وحدث شفتك توه ما قفلك بالعكس ما شاء الله يعني كانت الرقم خرافه وانت والله انك تستاهل يا فيصل في ناس تشوف انهم يستاهلون رقم ما جابوه والله كثير ترى انا من الناس اللي يتابع مشاهير ويحب مشاهير يعني مو بمعنات انه هو فيصل عنده رقم وانه عنده متابعين انه ما يحب مشاهير لا انا اقسم بالله اتابع مشاهير ويوم طلعت الارقام قلت يا اخي حرام هذا اعطيني اسم ابو حمدان هذا هو واحد انا مره احب الادمي اللي يقول قصص نايف حمدان نايف حمدان او هذا اول واحد عندك الثاني منصور القيبه ما شاء الله عليه اسامه متغير عاد الرقم هذا يستاهل اكبر ايه اسامه يستاهل كلهم والله يستاهل صح عنده 7 مليون شيء والله يستاهل 20 مليون هذا الادمي انسان عنده محتوى جميل جدا اسماء كثير والله ما ابغى اقول احد وانسى احد البارقي ما يستاهل واحد ما يستاهل واحد دام تكلمت عن البارقي خل نروح شوي لجده وش سويت تعلق في جده هسه البارقي والله انا ما كنت اجي جده كثير لما عرفت البارقي صرت اجي جده وتعلقت في جده وسويت هناك مشروع وبديت احب جده عبوني وكذا احس ان الاتحاد يعني اوكي احب جده بس مو ما اقعد فيها كثير ما اطول قالوا لك اسكن في جده لا حبايبي هالجده بس أنا. الرياض الا الرياض فيصل تحب احمد باقي؟ يعقوب بالعكس احمد اخوي والله احمد انسان له فضل كبير على فيصل بعد الله صدق احمد ما قصر معي في كل شيء في كل شيء ما قصر معي يعني لو اتكلم من الان الى بكره ما اوفي احمد حقه رجال كفو كريم مع انه في حاجات مقاطعة ما احبها في ذا الوقت مسرف بشكل مو طبيعي دائما اقول له يا اخي لما انت تقدر تمسك فلوسك انا امسكها ما شاء الله شباب الحين بس ما شاء الله يعني ما شاء الله شغال الله يوفقه يمسك ما ابغى يمسك لحد انه يكون بخيل لا يمسك لحد التوفير احمد ما يقصر مع البعيد كيف باقي يا اخويا مثلا يقول دس ريالك الخضر اليومك الخضر فالله لا يجيب اليوم الخضر امين ان شاء الله يكفي شهاده منك صراحه فيصل ليش يسمونك ابو ريان؟ على ريان خوي اللي مات الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله ويسكنه ريان الزهراني ايه انا كنت انا وياه كذا اصحاب مع بعض شوف الله يرحمه خلاص الحمد لله يعني مات قبل 5 سنين وست الله يحفظه عزيز علي يوم الدفان لما شافني ابوه هو توفى حادث الله يرحمه اي مات حادث شافني ابوه قاعد يضمني قال اشوف فيك ريان عرفت انا ما قال الكلمه جالسنا نصيح وكذا يعني كان وقت العزاء فهمت فانا حلفت يعني باذن الله اذا الله رزقني ولد اني اشل الولد هذا اول يوم بحطه في حضن ابو ريان اسمه ابو ولي هذا ولدي بسميه ريان على ريان اللي مات الله يرحمه باذن الله يعني هذا الولد من جد ودي اتزوج عشان اشوف الولد هذا
الله اقسم بالله ان شاء الله يرزقك ريان قريب ان شاء الله. امين يا رب. السنه مو هذه اللي بعدها ان شاء الله. لا وين قبل وين السنه اللي بعدها؟ لا قبل. فيصل اخر سؤال. انا صراحه مره تشرفت وانا سعيد جدا اني انا يعني كلام حلو كثير ترست شاهدت فيك مجروح انا هذه خاصه من كل من الجمهور الناس اللي تحبك، الناس اللي تقدرك، الناس اللي خلتك انت جزء من حياتي. اول شيء شكرا لكم، شكرا لدعمكم لي، ما قصرتوا يعني ما شاء الله تبارك الله وصلتوني مكان انا كنت اطمح له واتمناه. اللهم ربك الحمد على كل فضل الله سبحانه ثم دعمكم لي وما قصرتوا معي من جد من جد. لو اشكركم من هنا الى بعدين ما وفيكم حقكم، الاف لكم جميعا اقسم بالله مره احبكم. طيب شكرا فيصل. ثاني يا جماعة الحين وصلت استراحة فيصل، هو مو موجود الحين، بقابل اخوياه ونشوف اخوياه ايش يقولون عنه. السلام عليكم. فيصل اليامي اخو عزيز، رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بالتوفيق وان شاء الله من نجاح الى نجاح. اخوي فيصل انسان مجتهد طموح، سالك الخير والله يوفقك ان شاء الله من نجاح الى نجاح. فيصل يامي اخ عزيز وغالي، اتمنى لك من نجاح الى نجاح ان شاء الله يا رب. فيصل يامي من الناس اللي اتشرف بمعرفتكم، الله يوفقه ويسعده ان شاء الله. بالتوفيق فيصل. يامي انسان كفو مع الكلمه، يقول له شكرا من كل قلبي لان اعزه واحترمه ونعم في الرجال هذا. من هو فيصل بالنسبه لكم؟ انا اللي ارفع اصبعك انك عشان اجاوب. دقيقه. فيصل بالنسبه لي اخوي اللي ما جابته امي. فيصل اليامي رجل بواه، رجل اكثر كلمه تعبر عنه رجل، بس عنده مشكله واحده لا يفكر اذا فكر مصيب تصير. برضو انا وافق الراي لانه انا نفس ال 64 جيجا كلها. بس الراي فيصل يامي رجل شهادتنا فيه مجروحه والله. ما تنسون الفيصل موقف صار ووقف معك وقفه ما تنساها مستحيل. اي والله انا يوم صار لي حادث في سيارتي وما حد راح معي الصبح، وكالات والتامين والتامين وزي كذا، قسما بالله انه هو سهران من 6 المغرب الين الصبح، يعني سهران من 6 ل 6. يعني تتخيل انه فيصل يامي معايا وكالات وما ادري زي كذا، هو نايم في السياره تعبان 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 من جد والله تعبان، ومعايا الظهر قلت له فيصل اوديك البيت ونرجع، قال لي لا والله ما اخليك، رجعته 6 المغرب. هذه من جد كل ما اذكر الوقفه دي اقول في نفسي يا اخي الله لا يحرمني منه، بس تبغى من هذه نبكي. طيب صد تحبون فيصل؟ لا انا اي والله اموت فيه اموت فيه. فيصل يعني كل الناس اللي حوله ويعرفونه يشهدون انه رجل وانه كريم جدا جدا جدا، شخص كريم اقصى مراحل الكرم، هذا حتى شخص راعي، شخص راعي المواقف بشكل مو طبيعي مع كل الناس اللي يعرفه، انسان عايش حياته طبيعي. اول ما دعس بنزين معناته هذا طول. اي والله والله يا فيصل من جد من اول واخير والله صح، لما تبغى صاحب لما تبغى تختار صاحب اختار فيصل يعني. بس لا يفكر، نرجع ونقول لا يفكر يا اخي، انا حاسس انه هذا مالك شركات عباس. اقسم بالله حتى انت حاسس تفكيره كله ببجي ولك ما ادري. انا الحين بدق على ام فيصل، جبنا رقمها الحمد لله، هذا شيء صعب زي ما قلت لكم، والحين بنشوف ام فيصل وش تقول عن فيصل. يلا. الو. السلام عليكم. انا سلام. حالك يا خاله؟ طيبه. الله يسلمك، ماجور السلامه. الله يسلمك. كيف انت؟ طيبه ان شاء الله. خالتي الله لا يهينك، انا معك مروان العسيري. ما عليك زود طال عمرك. المقطع هذا بينتهي اعز شخص على فيصل، والله ما لقينا شخص عزيز علينا حنا وعلى فيصل اكثر منك. يا مال السلامه. ودي انا خالتي تقولين لي مثلا كلمه لفيصل، وش يعني لك فيصل؟ اقول فيصل. ايه اقول فيصل الله يطول عمرك وعمره ان شاء الله. امين ان شاء الله. وش يعني لك فيصل يا خالتي؟ فيصل ولدي والله يطول عمرك وعمرك، وفيصل احبه وفيصل فوق راسي فوق، وانت الله يطول في عمرك ويعطيك الصحه والعافيه. تحبين فيصل مره يا خالتي؟ موت فيه واحبه واعز انسان على قلبي. يخليك لنا ان شاء الله ويخلي لك يا رب. ادعي له في كل فرض في كل صلاه، اني ادعي له ان شاء الله بالصحه وبالعافيه وبالرزق وبالتوفيق، الله يحفظه من امراه. امين امين ان شاء الله، والله انه يستاهل. امال السلامه.
السلام ان عليك زود وخير. والله خير من يمثل عائلتكم والله العظيم، هذه شهادة حق. الله يعطيك العافية، والله ما عليك زود يا طويل العمر، الله يطول في عمرك ويعطيك الرزق ويعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. امين ان شاء الله، ولا يحرمنا منك ويعطيك طولة العمر ان شاء الله يا رب. الله يحفظك ويحفظه ان شاء الله ويطول في عمرك وعمرك. ما قصرتي، تامري شيء يا خالتي؟ الانسان عندي امر طولة عمرك وسلامة. مع السلامة. انا بالله حياك الله. تابعوني في فلوق مروان عسيري، احبكم جميعا، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير وكل شيء، ودوه ودوه اي مكان. تنبيه والتنبيهات هذه عاد فعلها، جايكم بالفلوقات مروان، انتظرونا انتظرونا. That's right.